حبيبي ابوك الله يخليك، انا ادري انك تحبني بشرفك بشرفك قاعد ما ابغى اتصور ساره على سي اس جو، وشاهدنا مسابقه كبيره والحمد لله والشكر خسرنا وسحلنا بشرفك اليوم بشرفك زين اوكي مو قاعد مش مرات تنقلب الدنيا قاعد يا عم ولا تتنفس ذوب شذوب اخوك ولا خلي احد يقرب من الغرفه تمام خذ راحتك وتتبعت ما حد يوصل وهاي شاربي مو علي اذا احد فاتك لا تتبع ولا احد يضل علي خير خير صار صار ولك طب وداعش لا تخاف ما حطه الحمد لله احنا بأمان لا هذا وش قاعدتي لا السالفة كلها بس اذا اقول لك يعني تريد تاكل انا ولكن انا مو قلت لك ابن الكلب انا على ابوك لا واحد مو قلت لك لا تقعدني اوكي يعني انا قلت لك مو قلت لك لا تقعدني شو هذا الفق بالقندر لا اوكي الحمد لله كيل جربوا لك راح تشعر زين؟ عرسك باقلك خلينا نايم خلينا نايم علي 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 لا علي ابوك ايش بيك؟ ايوه بالحكي جوابك مني انا معفن خلاص خليت ممكن على الحاسبه مالتك وعاود ما يضيعك راحتك يا بيه امشي خليهم خلي الرجال يلعبون الحاسبه امشي انا حاسبه حاسبه حاسبه